COPD. مع شباب دكتور رايت هذول ديزيز، رايت فينتريكولار فيلير. هذا كونسيكونس مال الديزيز. لا بس كوموربيديتي، هو مو يدخن، فهذا ممكن عنده كاردييك ديزيز همينه. اوكي، فهاي الكوموربيديتي اللي نسميها، واضح؟ كرونيك برونكايتيس از ا كلينيكال ديفينيشن، كاف سبيوتم برودكشن اون موست دايز فور 3 مانثس فور 2 سكسيسيف ييرز. يعني المريض يقحقح ويذب سبيوتم اكثر الايام لمده 3 اشهر، زين، يعني 3 اشهر متتاليه خلال سنتين متتاليه. فمن المريض مالتنا بالهيستوري عنده هيجي ديفينيشن، هذا راح نقول عليه كرونيك برونكايتيس. امفيزيما از ا هيستولوجيكال دايجنوستس، بس مو شرط انه بس هيستولوجيكال دايجنوستس، لان احنا ممكن نشوف الامفيزيما باي سي تي. شنو الديفينيشن مالتها؟ انلارجد اير سبيسز ديستال تو ذا تيرمينال برونكيولز with alveolar wall destruction and without obvious fibrosis. فالإمفيزيما هي enlarged air spaces distal to the terminal bronchioles with wall, alveolar wall destruction, no fibrosis. الإمفيزيما is subclassified into different types. فمرات نسميها sentry acinar, okay, اللي هي لح تكون بين الterminal bronchiole وبين الalveolus, okay, او نسميها باراسبتال اللي هي راح تكون فقط بالالفيولاس، او بان اسينر اللي هي it will involve the all the respiratory units. اوكي، sometimes we have irregular اللي هو هذا less common، بس اللي common are the sentry acinar, the paraseptal and the pan acinar. اوكي، كل واحد من ذني هو type of emphysema. These are important questions. What are the extrapulmonary manifestations؟ طبعا هواي extrapulmonary manifestation، ممكن يصير عندهم osteoporosis، ممكن يصير عندهم weight loss، ممكن يصير عندهم leg edema، ممكن يصير عندهم muscular weakness, whatever, a lot of systemic manifestation. In addition, the comorbidities of COPD associations اللي موجودة، اللي هي cardiac disease, diabetes, and other other organ dysfunction. The pathophysiology of COPD, I will explain it now. And what are the risk factors? طبعا smoking accounts for 90% of cases of COPD all over the world. Okay, تقريبا 90 إلى 95% من الحالات هي بسبب smoking, whatever the kind of smoking. بس مرات in some countries، مثلا احنا هسه بالعراق عندنا نشوف COPD، نشوفه بال elderly female اللي هم كانوا معرضين انهم مثلا يخبزون على حطب، اوكي، معرضين للبايوماس فيول، اوكي، الطبخ اللي قبل كانوا يطبخون على استعمال يعني محروقات، ممكن التعرض المستمر للاتموسفير اللي هو بوليوتد، مثلا سواق التريلات اللي دائما معرضين للدخان، همينه ممكن يصير عندهم فد سي او بي دي لايك بيكتشر. اوكي، فممكن يكون a lot of risk factors responsible for this development of COPD. اكو سؤال جدا مهم دائما يسالوه المرضى، انه يقولون انه يابا فلان يدخن عمره كله وما صار عنده شيء. Okay, this is a reality. Why? Because not only the exposure to noxious material, but sometimes the genetic factors will play a role in the development of COPD. So some smokers may not develop COPD, but the majority of smokers will develop smoking-related illness. Okay, what is the pack year threshold for developing COPD? إذا المريض يدخن أقل من 10 pack year, okay, unlikely to develop COPD. فعادة أكثر من 10 باكير هو اللي راح يكون the patient will develop COPD. من يعرف شلون نحسب الباكير شباب؟ المفروض أخذتوها بصف ثالث. ها شباب. دكتور هي كانت باكية يمكن على 20 في 365، بس بعدين سوى باكية في 365 رأسا لأن تغيرت الجيجات بكل باكية. دكتور باك بير داي في عدد السنين اللي يدخنها. هو هذا بالضبط، هو مو باك وإنما number of cigarettes over 20. أوكي،
يعني نمبر اوف سيجارتس اوفر 20 اللي هو الباكيت العادي دائما هو تقريبا 20 سيجاره، ففي النمبر اليرز اللي هو دا يدخنها، فلازم نساله دائما من ناخذ هيستوري من المريض لازم نسال بدقه عن السموكينج، ايش وقت بدا، ايش وقت قطع، ايش قد يدخن كمعدل، كم سيجاره باليوم، اوكي، حتى نحسب الباكير، لانه بالباكير راح نحدد الريسكس مال البيشنتس. هذا الباثوفيزيولوجي اللي اريد احكي لكم عليه اللي هو انه بالنورمال اكو عندنا بلورال بريشر، اكو كاونتر اكتنج بريشر وذين ذا اير ويز، اوكي، اكو الفيولر بريشر، وعندنا الريكويل اللي هو هذا الريكويل مال البارانكايما مال اللنج بارانكايما. المشكله بالسي او بي دي شنو اللي راح يصير؟ الالفيولر وول ما راح يكون ريجولر، بنفس الوقت البارانكايما ما راح تحافظ لنا على الريكويل بريشر، فويا الاكسبيريشن من يصير من المريض ينطي نفس راح يصير عندنا ايرلي كولابس اوف ذا اير ويز. فش راح يسوي هذا الايرلي كولابس اوف ذا اير ويز؟ راح يسوي لنا اير ترابنج، راح يبقى اير وذين ذا الفيولاي. هذا الاير ترابنج وذ تايم راح يسوي لنا الهايبر انفليشن. فهنا شو راح يسوي هذا الهايبر انفليشن؟ الكونسيكونسز مال الهايبر انفليشن راح يسوي لنا انكريزد لود، اوكي، فهذا الانكريزد لود راح يسوي لنا يعني تايرد. تتذكرون بالمحاضره مال الاناتومي من قلت لكم اخذوا نفس وحاولوا تتنفسون، انه هو هذا المريض هذا الانكريزد لود، اوكي. الامبيرد كاباسيتي كفاءه الرئه كفاءه المسلز مال الريسبيريشن كلها راح تقل ويا هذا البوزيشن الجديد اللي هو بالهايبر انفليشن. فذيس فاكتورز ذيس ماني فاكتورز ويل كونتريبيوت تو ذا ديفلوبمنت اوف شورتنس اوف بريث اند ان بيشنت وذ سي او بي دي. So we have a 45-year-old patient to present to the clinic complaining of a progressive shortness of breath over the last 1 year. He complains of a cough that he states to be the usual smoker cough in the early morning. هذا الكومبلين هواي نسمع من المرضى. يجي المريض يقول لنا أنا أقح بس هذا البلغم العادي مال التدخين، أوكي؟ فهذا البلغم العادي مال التدخين هو معناته انه we are dealing with a chronic bronchitis. ممكن ما وصله الى severe enough to produce any abnormality on examination, but this is the early stages of chronic bronchitis. So what are the important questions to ask during history taking, important examination findings, and the investigations to order in this patient? Clinical features, the key symptoms which should suggest the presence of COPD are breathlessness, cough, and sputum production in someone who is over the age of 35 and he has an exposure whether to tobacco smoke or to other noxious inhaled material. لهذا السؤال كلش مهم دائما، انه احنا مو شرط المريض يدخن، بس يجوز هو ممكن معرض الى دخان مال سيارات، دخان مال مولدات، دخان مال معمل مال اسمنت او معمل مال طابوق اللي يشتغل به، ممكن اي مكان يعرض له الى نوكشيوس ستيمولاي، كل ذني ممكن يسوون لنا سي او بي. فالايج 35 breathlessness cough and sputum production with the history of exposure. اوكي شباب، الكلينيكال فيتشرز غالبا بالإكستريمز نقسمها إلى قسمين، اللي هو البينك بافر، أوكي، اللي هو البريدومينانتلي إنفيزيما، والبلو بلوتر اللي هو بريدومينانتلي كرونيك برونكايتس. طبعا الديفرنسز مالتهم إنه عادة البيشنت بالإنفيزيما راح يكون مور إنفيزيما، راح نشوف اللنج هايبر إنفليتد، بينما بالكرونيك برونكايتس ممكن ماكو ذيك الإنفيزيما، أوكي. These patients they have higher body mass index, the blue bloaters, okay. They have cardiac complaints, they have OSA, okay, they have obstructive sleep apnea, they have increased exacerbations, they have higher inflammatory markers, while the pink puffers, they are usually thin, okay, they have low diffusion capacity of CO, hyperinflated, morbidly dyspneic, and with limited exercise capacity. اوكي، ذولا المرضى يجون عاده سليبي، اوكي، ذولا لا ما كلش سليبي، بس they are very dyspneic. اوكي، so this is the extremes. اكثر المرضى هم بالنص بين ذولا التو اكستريمز، يعني احنا عندنا البينك بافر والبلو بلوتر، ذولا الاكستريمز، بينما اكثر المرضى هم تقريبا في منتصف الطريق بيناتهم. اوكي، فهاو تو اسس
a patient with COPD first, we will ask about effort intolerance. لح نسأله أنت شقد تقدر تمشي. اللي لح نستعملهن هو الـ MMRS Dyspnea Scale. هذا الـ MMRS Dyspnea Scale لح نسأل الأسئلة التالية، هو إذا عنده breathlessness only with strenuous exercise, if the patient is short of breath when hurrying or walking up a side of hill. أوكي لح يعني هذا شنو يقول لك، أنا أصير عندي ضيق نفس إلا من أركض. أوكي هذا ننطيه grade 1. بينما أكو واحد يقول لك أنا أمشي 100 متر وأوقف حتى أختنق، أو أمشي 20 متر وأوقف حتى أختنق، أو أنا أبدل هدومي أختنق. فهذا كل واحد لح ننطيه رقم حتى نعرف المريض مالتنا إش قد السيفيريتي مال الدسنية مالته according to the effort، إش قد يقدر يؤدي effort. Okay, this is the first question. Sputum production. لح نسأل على sputum production. Is it daily? Is it only with exacerbation? What is the color? What is the volume? Is it sticky? Is there any hemoptysis? Why hemoptysis is important in patient with COPD, شباب؟ ها شباب؟ شباب ده سمعوني؟ نعم دكتور ده سمع. اوكي. السؤال دكتور، why hemoptysis is important in patient with COPD؟ شباب patient is a smoker. خفنا صار عنده complication. لا هو ال patient is a smoker، فهذا من يصير عنده hemoptysis we should always think about cancer. Cancer. Okay, bronchial cancer. Okay, so we should always keep that in mind. But and we ask about hemoptysis specifically. We will ask about nocturnal symptoms. Okay, any evidence of sleep disorder, the breathing. لأنه إحنا قلنا المريض مالتنا ممكن عنده obstructive sleep apnea، ممكن يصير عنده paroxysmal nocturnal dyspnea أو orthopnea. ليش؟ لأنه هو عنده ممكن cardiac problem as well. Okay، ممكن يكون عنده morning headache because of the obstructive sleep apnea. We should ask about nighttime symptoms. Okay. Ankle swelling. Why ankle swelling is important? Because the patient may develop right-sided heart failure. Okay, and may have fluid retention. So we should ask about ankle swelling. Fatigue. This is a general complaint. ممكن المريض هيك بس يقول لنا أنا تعبان ما بي حيل أمشي ما بي حيل أروح. وبنفس الوقت ال fatigue is an important symptom if there is a possibility of cancer. Okay. Heartburn and gastroesophageal reflux. This can precipitate exacerbations in patients with COPD. So we need to ask this about this specifically. Weight loss, because the patient with COPD may lose weight because he is extremely dyspneic. And at the same time, weight loss in someone with normal weight previously may indicate the presence of lung cancer. أهم سؤال, the impact of the disease on the patient life. اللي هو limitation of activities. Economic impact. Limitation of activities, المريض اللي كان يقدر يشتغل ويطلع ويشتغل عماله هسه ما يقدر يشتغل. من مدى يقدر يشتغل ممكن هذا إلى economic impact، إنه هذا بعد مادياً يتأثر من هذا الديزيز مالته. الـ well-being، الـ sexual activity، depression، anxiety، كل ذني الأشياء لازم نسأل عليها، لأنه هذا البيشنت أبو COPD هواية شغلات ما يقدر يسويها. أوكي؟ المالتيموربيديتي لايك هارت ديزيز لايك دايابيتس لايك اوبستركتيف سليب ابنيا، كل ذني لازم نشيك هي مريضنا ابو السي او بي دي لانه ممكن موجوده عنده وهمنا تؤدي الى وورس بروجنوسيس. اوكي الاكسبوجر تو ريسك فاكتورز، رح نسال على السموكينج، طبعا كل انواع السموكينج سواء هي تدخين الجاير تدخين النرجيله. اوكي اذا اكو اوكوبيشنال اكسبوجر انفايرومنتال اكسبوجر childhood history of chest disease، ممكن هو بالchildhood صار عنده multiple chest infections أثرت على lung مالته later on he will develop COPD. Family history of COPD, family history of other respiratory disease, that is also an important point when taking history from the patient with COPD. And past history of asthma, eczema or hay fever suggest a background of atopy. أتصور أحدى زميلاتكم سئلت، ما أتذكر اسمها، اللي سئلت قالت إنه الأسمى اللي ما يتعالج ممكن يصير بيه فايبروسيس. لا، هو المريض ما لح يصير عنده فايبروسيس، بس لح يصير
عنده نوع من السي او بي دي، فممكن المريض كان اسمه بس ما اخذ علاج لفتره طويله جدا، تحول الى ريفرسبل اير واي اوبستراكشن وانتهى بسي او بي دي. اوكي، سو ذس از ان امبورتنت كويستشن. Physical examination, early in the disease, there are no many signs. Not a lot of signs are present in the early the disease. But later on, the patients will start to use their accessory muscles. بالبداية راح يستعملون الاكسسوري muscles on exertion. وبعدين في نهاية المرض راح يستعملوها طول الوقت. They will assume a tripod position and they will use a first lip breathing. هذا المريض observe the use of accessory muscles. تشوفون الاستيرنوكليدوماستويد شلون تتحرك، وشوفوا على اللبس مالته. اوكي كلير شباب، شفتوا الفيديو واضح؟ لو اعيده. دكتور شنو تقصد اللبس بها ساينوسيس؟ اللبس هو المريض ما عنده ذاك الساينوسيس، بس هذا الكلر مالته. بس شوفوا اليوز اوف اكسسوري ماسلز، اكسسوري ماسلز. اوكي، اليوز اوف اكسسوري ماسلز، باعوا الاسترنوكليدوماستويد، باعوا على الاسترنوكليدوماستويد. شوفوا الموفمنت مال التراكيه. اوكي، This is the pursed lip breathing. هذا ال pursed lip breathing المريض يستعملها لأنه هاي من يسويها تحسن ال يعني getting out of air. ال air اللي trapped within the lung راح يطلع بشكل أسهل من يسوي pursed lip breathing. وهذا ال tripod position اللي هو أنه المريض يخلي إيديناته على رجليناته ويأخذ ويطي نفس بهاي الطريقة الساعدة أنه يأخذ نفس بشكل أفضل. أوكي. On examination of the hands, nicotine staining, muscle wasting, and forearm bruising may be observed. This is the nicotine staining, كلش advanced nicotine staining, and this is the arm bruising in patient with COPD. A very important point, if you see a patient with COPD and he is having, طبعا هنا تشوفون هذا عنده nicotine staining. واضح شباب تشوفون النيكوتين staining، بس بنفس الوقت عنده clubbing. So what are you going to think? Cancer? مو بس cancer، بس يعني COPD does not cause clubbing. Does not cause clubbing. من أشوف clubbing in a patient with COPD, either it is pulmonary fibrosis or chronic infection or malignancy. فclubbing in a patient with COPD is a very, very important sign. With time, lung volumes will increase. There will be hyperinflated barrel-shaped chest with reduced tracheostomal distance and tracheal tug. هذا شباب هاي هنا barrel-shaped chest، وهذا شوفوا الفيديو تشوفون الداونورد موفمنت مال الكريكويد كارتج، تشوفون هذا اللي يطخ بالاصبع. اوكي، ويت لوس طبعا اللي موجود واضح عند المريض. راح اعيد لكم اياه للفيديو. تشوفون الداونورد موفمنت، هذا الكريكوسترنال ديستانس ريديوست، وهنا عندنا تراكيال تاج. This is how to examine for tracheal tug. Okay. Lung hyperinflation can lead to increased resonance on chest percussion with loss of hepatic and cardiac dullness and cardiac epic speed may be difficult to palpate. هذا الفيزيكال ساين اللي هي نسميها loss of or reduced hepatic and cardiac dullness. These are almost specific signs of emphysema. من اني اشوف الكارديك dullness قليله والهيباتيك dullness قليله، هذا معناته المريض عنده هايبر انفليتد لانج اللي most likely due to emphysema. اوكي، هذا البارل شيب chest، هذا البارل شيب chest، هذا النورمال chest تشوفون، والبارل شيب تشست الاي بي ديستانس صارت اكثر من الترانسفيرس ديستانس. اوكي، هنا واضح جدا، هذا اللي تشوفون الاي بي ديستانس نورمال، هنا الاي بي ديستانس اختلفت، فهذا بارل شيب تشست. اوكي، هذا ايش وقت يصير؟ هذا يصير with increased in hyperinflation of the lung.
On a chest auscultation, it is usually normal, okay? But it can reveal quite a breath sounds with a prolonged expiratory phase. Sometimes the patient has having wheezes, and sometimes he has ronchi. And during exacerbation, crackles may be heard. هذا شنو هذا الصوت؟ دكتور ما اشتغل شيء. لا اشتغل بس الصوت كان. هذا رونكاي. هذا الصوت رونكاي. سمعوا. هذا ويز. واضح الويز. اوكي. هسه نسمع الرونكاي. دكتور ماكو صوت. لا اكو صوت بس يعني بلكي استعملوا سماعات، حاولوا تستعملون سماعات، بالسماعة اوضح يكون. اوكي. وهنا عندنا اخر صوت هو الكراكلز. Okay, so these are the sounds that can be heard in patient with COPD. A very important point, when you hear a monophonic wheeze in a patient with COPD and this monophonic wheeze does not clear with coughing, you should think of what? Ha, Shabab. Shabab? دكتور برونكايتيس؟ لا. بنسمع monophonic wheeze معناته عندنا single bronchus صاير بي obstruction. يعني bronchus واحد صاير بي obstruction، هذا معنى monophonic wheeze. فمن اكو monophonic wheeze لازم نفكر انه هذا البيشنت احتمال عنده bronchial obstruction most commonly due to tumor. اوكي؟ malignancy. If you hear crackles that do not clear with coughing in a patient with COPD, أما معناته إنه أكو عندنا area صاير بيها pulmonary fibrosis أو area صاير بيها bronchiectasis. Okay? But these are important signs to look for when we examine our patient with COPD. Focused examination of the patient with COPD should look for evidence of pulmonary hypertension, evidence of core pulmonary, like looking for parasternal heave, loud or split second heart sound, raised JVP, and leg edema. This is leg edema, okay? CO2 retention may cause a flabbing tremor, and hypoxia will produce cyanosis. This is cyanosis, clear cyanosed lips, and this is the flabbing tremor. Look at the flabbing tremor. اوكي كلير شباب الفلابينج ترمر شفتوها؟ واضح دكتور. اوكي تمام. What are the investigations that we are going to order in a patient with COPD? Pulse oximetry, spirometry, lung volumes, DLCO, exercise testing, alpha 1 antitrypsin level, and CBCs. These are essential investigations in patient with COPD. What is the benefits of routine SpO2 assessment in a patient with COPD? First, it will help to classify disease severity. يعني أنا المريض اللي يقيس البلس أوكسيميتر مالته والقاه هو وقاعد القاه 94 ومن يمشي يصير 92. It means that the patient is doing well. It is not a severe disease. بس من أنا ألقى المريض مالتي البلس أوكسيميتر مالته هو وقاعد 90 ومن يمشي خطوتين يصير البلس SpO2 مالته يصير سبعينات. But this is definitely a severe disease, okay? This is pulse oximetry is also a very useful screening test to identify which patient will benefit from adding oxygen. يعني أنا هذا المريض مالتي اللي ينزل الأكسجين ساتوريشن مالته من يمشي معناته أنا هذا لازم أنطي أكسجين during exercise. شايفين بالأفلام المرضى يفترون يعني أكو مرات يطلعون أفلام مريض يفتر وشايل ويا البطل مال الأكسجين مالته شايفيها؟ زين فهذا على الاكثر هو انفيزيما ويحتاج اكسجين ديورنج اكزيرشن بس اذا انا لقيت انه هو حتى هو قاعد والبلس
اوكسيميتر مالته يقرا 80ات، معناته هذا يحتاج سبلمنتال اوكسجين ايفن ات ريست، فممكن يحتاجه ات ريست اور ديورينج اكسرسايز. شو وقت راح احددها؟ وين اي ميجر ذا بولس اوكسيميتر. اف ذا بيشنت وذ سي او بي دي بات ذير از خلينا نقول مايلد اير فلو ليميتيشن develop significant desaturation on exertion. تتذكرون السؤال اللي سألتكم إياه في محاضرات بالبداية من قلت لكم what are the causes of desaturation on exertion؟ فال causes of desaturation on exertion are emphysema, pulmonary hypertension, pulmonary fibrosis. Okay. So if a patient with mild airflow obstruction صار عنده severe desaturation on exertion ممكن صاير عنده pulmonary hypertension، ممكن صاير عنده pulmonary fibrosis، وطبعا pulmonary fibrosis can coexist with emphysema. يعني اكو certain patients اللي عندهم emphysema بالupper lobes وpulmonary fibrosis باللower lobes، طبعا ذولا they will do worse than the pure patients of either types. These are important questions regarding the investigation. Why chest x-ray is important in patient with COPD؟ دكتور اول شيء تو اكسكلود اذر ديزيز وندي نشوف الكومبليكيشن همين، اكيد نشوف انه اكو عندنا ممكن كاردييك ديزيز، ممكن نشوف كارديوميجالي عند المريض، وممكن راح نشوف انه بس الهايبر انفليشن، ممكن راح نشوف اكو كانسر. واي ذا سي بي سي از امبورتنت؟ ذا سي بي سي از امبورتنت بيكوز ات ويل لوك فور بوليسايثيميا اللي راح تصير البيشنت وذ سي او بي دي، اند تو لوك فور انيميا ويتش از اولسو ا فيري كونتريبيوتينج فاكتور فور ذا سيفيريتي اوف سي او بي دي. الفا 1 انتيتريبسين ليفل، what when to order alpha 1 antitrypsin. اذا شفنا مريض young عنده COPD especially with basal emphysema، okay basal emphysema هذا نشك انه عنده alpha 1 antitrypsin level. The important parameter to determine the severity of COPD is the post bronchodilator FEV1. post bronchodilator FEV1 هسه احكي لكم عليه ورا شويه. The best method to measure lung volumes in patient with COPD. أكو عندنا two methods to measure lung volumes. أما helium, okay, helium measurement or plethysmography. The plethysmography أفضل بالنسبة للpatient with COPD. ليش؟ لأنه patient with COPD ممكن يكون عنده bully, okay, اللي هي هاي راح تأثر على measurement, correct measurement of the lung volumes. Exercise testing is very important in COPD. ليش؟ لأنه مهم حتى يعطينا functional assessment of the patient. يحدد لنا which patient is having worse prognosis. Okay, so it is very important the exercise testing. The commonly used measures of health status in patient with COPD is the اللي هو اسمه COPD assessment test or CAT score. هسه همين أحكي لكم عليه. This is a chest x-ray in a patient with emphysema. وهاي هنا عنده bully. تشوفون هاي المنطقة اللي شوية صايرة يعني خلينا نقول less. هنا الفاسكولاريتي واضحة بهاي المناطق. بس هنا عندنا منطقة تقريبا ما بيها فاسكولاريتي. هي هاي منطقة area of bully. هذا pulmonary function test the typical in a patient with emphysema. هذا spirometry تشوفون ما عندنا very reduced. Okay. FEV1 مالته تقريبا 65%. Okay. After bronchodilator ما صار عندنا ذاك الكوركشن. This is the lung volumes. The lung volumes show high lung volumes. The residual volume with total lung capacity all are elevated, which indicates hyperinflation. And we have reduced DLCO. Okay. Our CO diffusion capacity. Reduced diffusion capacity. This is typical of emphysema. This pulmonary function test is typical of emphysema. مع الأسف بالعراق حاليا ما عندنا غير بس الاسبيرومتري. اللنج فوليومز لحد الآن مدى تشتغل أوكي، والديفيوجين كاباسيتي متوقفة من التسعينات أوكي. النيو لابز المفروض راح تجينا نيو لابز مال pulmonary function test بيهن هاي الكابابلتي أوكي. This is the COPD assessment test. هذا نسأل المريض مالتنا ونقول له من واحد من صفر إلى خمسة إيش قد تقحقح. I never cough لح يخلي صفر، بينما إذا هو cough all the time لح يخلي خمسة. أوكي، إذا صفر ماكو قحة، خمسة يقحقح، إذا بالنص لح يخلي ثلاثة أو أربعة حسب قناعة المريض. Sputum production, chest tightness, limitation of exertion, limitation of activity,
confidence of leaving home, okay, sleep disturbance, energy level. كل واحد من ذني الأسئلة لح يسألها ونحدد السكور. طبعا ورا ما يطلع لنا السكور لح نحطه في خانة ثانية اللي هي لح تساعدنا نحدد السيفيريتي مال الديزيز مال المريض مالتنا. آخر كلاسيفيكيشن الجول، تذكروا من حكيت لكم على الجينة مال أسمة، أوكي، Global Initiative. الجولد هي المسؤولة عن الأوبستركتيف لانج ديزيز، أوكي، Global Obstructive Lung Disease اللي هو مسؤولة عن تعطينا guidelines how to manage a patient with COPD. فذول شلح نسوي، شلون نقسم المرضى مالتنا؟ لح نجي نسوي spirometrical confirmation of the diagnosis، نتأكد انه اكو عندنا airflow limitation. هذا airflow limitation قلنا هو post bronchial dilator FEV1. هذا هنا لح نقسمه. إذا الـ FEV1 ورا ما سوينا الـ bronchodilator طلع عنا أقل من 30، لح نقول هذا gold 4 يعني severe disease. إذا أكثر من 80 هذا gold 1 اللي هو mild disease. أوكي؟ طبعاً definitely ratio of post bronchodilator لازم تكون أقل من 70%. هاي أول جزء من الـ assessment. الجزء الثاني لح نسأل على الـ symptoms. الـ symptoms أما نحددها بالـ MMRC أو بالكات سكور. إذا الكات سكور أقل من 10 معناته المريض مالتنا عنده سيمتمز قليلة اللي هو لح يكون أما كلاس أي أو كلاس سي. إذا الكات سكور أكثر من 10 لح يكون معناته المريض مالتنا عنده سيمتمز عالية أما بي أو دي. أوكي، هذا هم كافي التقسيم. هذا السيمتمز عندنا الإكزاسربيشنز، كم مرة دخل المستشفى، أوكي، أو كم مرة صار عنده إكزاسربيشن خلال السنة الفاتت. فإذا أكثر من مرة داخل مستشفى معناته هذا severe exacerbation، معناته المريض مالتنا liable for exacerbations. أوكي، إذا ماكو exacerbations فهذا معناته المريض أما A أو B، وإذا عنده exacerbation C or D. أوكي شباب، فإحنا عندنا مرضى عندهم exacerbation بس السيمتمز قليلة مالتهم، هذولا C. لا تدوخون روحكم، بس خلي نفكر بيها بشكل. ليش هذا مهم؟ لأنه هذا راح يحدد لنا شلون نعالج المريض. اوكي، اذا قلت لكم المريض عنده الكات سكور مالته 5 بس عنده 2 exacerbations فهذا بيا خانه لح نخليه. ها شباب، سي دكتور، سي او دي. تمام. اذا قلت لكم المريض عنده كات سكور مالته 15 بس ما عنده exacerbation ولا داخل مستشفى، هذا شنو لح يكون؟ بي. تمام بالضبط. اوكي، فهنا ليش نستفاد من عدها؟ لأنه نحتاجها بالتريتمنت. هذا الحكي سنحكي عليه من نوصل للتريتمنت. الاسسمنت اوف بروجنوستس كلش مهمة بالسي او بي دي. هذا مو مثل الأسمة، السي او بي دي مو مثل الأسمة. السي او بي دي المريض احتمال يوصل مرحلة انه يعني انشخصنا سي او بي دي ويموت ورا سنة، يموت ورا سنتين. شلون راح نعرف يا مريض اللي راح يموت ويا مريض اللي ممكن راح يطول؟ فهنا اخترعوا classifications of prognosis حتى نعرف البروجنوسز مال المريض مالتنا. فواحد من الشائعة جدا هو البود اندكس. البود اندكس موجود التفاصيل مالته جدول في ديفيدسون، بس هذا البود اندكس من نحسبه لح نقول له للمريض مالتنا يا با انت احتمال خلال سنتين يعني ما تقدر تعيش اكثر من سنتين مثلا. طبعا ما نقدر نعطي هيك يعني معلومه دقيقه، بس المهم انه نقول له يعني انت مرضك شديد وخطر، لازم تلتزم بالعلاج على الاقل انه نحاول وي امبروف ذا بروجنوسيس وات ايفر. ذا كومن كوزز اوف ديث ان سي او بي دي. اوكي، طبعا الكومن كوزز اوف ديث ممكن يكون بسبب الكاردييك ديزيز. اوكي، الكوكزيستنج كاردييك ديزيز، ممكن they die because of the lung malignancy because during exacerbations they may die. Okay, so these are the possible causes of death in patient with COPD. The management of COPD, the aims of the management are improve shortness of breath. هذا المريض مختنق، لازم احاول احسن shortness of breath. فايش تتخيلون شنو الشيء اللي ممكن نعطي للمريض ويتحسن shortness of breath مالته؟ برونكودايليتر. اكيد برونكودايليتر. اوكي دكتور، الاكسجين ممكن يحسن، ممكن يحسن هسه راح نحكي على الاكسجين. الاهم نقطه فور شورتنس اوف بريث هو البرونكودايليتر.
reduce the frequency and severity of exacerbations. Severity والفrequency مال exacerbations هم نريد نقللها، ما نريد دائما يصير عنده exacerbations. فهنا شنو يا البرونكودايليترز اللي شافوها تقلل الفrequency والسيفريتي مال exacerbations هي الانهيلد كورتيكوستيرويدز واللونج اكتنج بيتا اغونست ان كومبينيشن اند ذا لونج اكتنج ماسكارينيك انتاغونست اللاما. اوكي الامبروف هيلث ستيتس، لازم انا اخلي المريض يعني الهيلث ستيتس كلها اعالجها، فاذا عنده دايابيتس لازم اعالجه، اذا عنده كاردييك ديزيز لازم اعالجه، اوكي اذا عنده اوبستركتيف سليب ابنيا لازم اعالجها، اوكي فالامبروف هيلث ستيتس ان جنرال فور ذا بيشنت اند امبروف بروجنوسيس. البروجنوسيس صراحه هو جدا صعب انه نسوي له امبروفمنت، and the patient who is very compliant with his medication may have a better prognosis than someone who is not compliant. فهذا المخطط طبعا لدوخون روحكم بهواية اشياء، بس المهم انه اني البيشنت during diagnosis راح اشوف شنو السيمبتومز مالته، شنو الريسك فاكتورز اللي عنده، الاسبايرومتري اشوفه شنو وضعه، راح اقسمه للمريض مالتي هل هو جولد A جولد B جولد C لو جولد D، وهل هو الـ FEV1 مالته بخانة من 1 إلى 4 موجودات بالسلايدات السابقة. راح أشوفه دي يدخن لو ما دي يدخن، عنده كوموربيديتيز لو ما عنده كوموربيديتيز. المانجمنت أهم نقطة شنو شباب؟ Smoking cessation. يعني أني المريض الـ COPD اللي ما يترك التدخين تقريبا 50% من الشغل مالتي راح يروح هيجي بالخالي بلاش. أوكي؟ But we need to ensure that the patient understands the importance of a smoking cessation. We need to update him with vaccination. We give him exercise plan. We manage comorbidities. And then we will review him, review the patient, نشوف صار عنده exacerbation, تحسنت السيمتومز مالته. بعد يدخن لو ترك التدخين. أكو عنده other exposures. Then نشوف الانهيلر تكنيك مالته, adherence to medication. دي يتحرك شو اذا دا يحتاج pulmonary rehabilitation، واحد من الثيرابيز اللي مهمه بالCOPD هو pulmonary rehabilitation. اوكي okay. if the patients need oxygen need lung surgeries need palliative care. اوكي okay. فهذا الريفيو مالتنا، حسب هاي الريفيو ممكن اسوي adjustment بالفارماكوثيرابي. شنو هي الفارماكوثيرابي؟ هاي مو قلت لكم الجروب راح نقسمهم جروب A وجروب B وجروب C وجروب D حتى نختار إيش ننطي المريض مالتنا. فبالجروب A لازم ننطي برونكودايليتر سواء short acting أو long acting، هذا يا مريض اللي ما عنده symptoms وما عنده exacerbations. أوكي إذا صار المريض symptomatic لازم أختار له low long acting muscarinic antagonist low long acting beta agonist either one of them، مو شرط اثنيناتهم. أوكي بس إذا ما استجاب على واحد أضيف للأخ. أوكي فهذا الجروب B اللي هو عنده symptoms بس ما عنده exacerbations. المريض اللي عنده exacerbations والسيمتمز قليلة مالته الأفضل هو اللاما إله، لأنه اللاما يقلل إن الexacerbations بشكل واضح. أوكي فجروب C هو لاما. شباب هاي ليش مهمة أريدكم؟ لأنه ممكن أعطيكم مريض وأقول لكم شنو أفضل علاج لهذا المريض. واضح؟ عندنا أسوأ جروب هي الجروب D اللي هم عندهم هواية سيمتمز وعندهم exacerbations، فذولا الاختيار مالتنا أما أستعمل لاما واحدة أو لابا زائدا لاما أو لابا زائدا ICS if eosinophils أكثر من 300. ده شوفون الـ CBC هناش قد مهم، إذا الـ eosinophils عالية مو معناته ممكن يستفادون من الـ ICS. فهذني الـ options اللي موجودة. طبعا إذا ما استجاب على أول اختيار ممكن أجمع الهياء ثلاثتهم، خوش ممكن أجمع له كل الـ treatment اللي available، يعني أنطي لاما ولابا وICS كله نضيفهم. اوكي اذا شفت المريض ما عنده ريسبونس على سنجل ايجنت او على دوال ايجنت، فممكن سنجل ايجنت اسويها دوال ايجنت وممكن اسويها تريبل ايجنت اذا المريض عنده ديلي سيمبتومز اند هي از ات ريسك اوف اكزاسربيشن. ذيس كويستشنز اي ويل. نعم دكتور احنا شنو نقصد بالاكزاسربيشن؟ يعني فد شيء دقيق هسه راح نجي نحكي على الاكزاسربيشنز هسه راح نحكي عليها. These questions I want you to look for in the book. One of the important things is the precautions of using LAMA, LABA, ICS, and oral steroids.
مو مثل الأسمة. بالأسمة نقدر نستعملهم ذني براحتنا، بالسي او بي دي شوية عندنا بعض الريستريكشنز موجودة بديفيدسون، أتمنى أنه تقروها. أوكي، these are important questions you need to look for the answers. Now we will talk about the acute exacerbations of COPD. The acute exacerbation here increase in symptoms with deterioration in lung function and health status. هذا المريض هو مستقر، يقول لك أنا متعود على وضعي أنه أنا أقحقح، أذب لي فدش كم مرة، أذب بلغم، أمشي داخل البيت ما عندي مشكلة. على غفلة يصير عنده worsening of shortness of breath، بحيث يقوم يخطو خطوتين يختنق، يقوم he produce a lot of sputum. Okay. He is very breathless. His health status is disturbed. فهذا اللي حنقول this is an exacerbation. فهاي الاكزاسربيشن شنو اللي تريجرز مالتها؟ ممكن البكتيريا، ممكن viruses، ممكن change in air quality. And it sometimes in some patients this exacerbation is associated with the development of respiratory failure and or fluid retention. يعني المريض اثناء ما يصير عنده هاي الاكزاسربيشن يصير عندنا respiratory failure. طبعا المانجمنت مالته تختلف، من اللي حطيكم المحاضرات مال الكريتيكال كير راح نحكي على respiratory failure بتفاصيل اكثر. Acute exacerbations of COPD are a very important cause of death. Very important cause of death. قسم من المرضى نقدر نعالجهم بالبيت، بس ايش وقت ندخل المريض للمستشفى؟ اذا لقينا ساينوسيس، اذا المريض ساينوزد او هايبوكسيك، اذا لقينا لقديمة لان معناتها عندنا fluid retention with possible pulmonary hypertension. If the patient has disturbed level of consciousness، انا المريض اللي عنده disturbed level of consciousness معناتها هذا واصل الهايبوكسيا الى مرحلة جدا serious. If there are comorbidities، المريض عنده heart failure، عنده ischemic heart disease، عنده diabetes، ما أتصور لا حقدر أعالجه بالبيت فلازم أدخله مستشفى. If there is no social support، يعني المريض اللي ما عنده أحد بالبيت ممكن يعتني به، هذا ما أقدر أعالجه بالبيت، ماكو واحد لح ينطي التريتمنت، فلازم أحتاج أنه أدخله للهوسبيتال. What are the lines of management in acute exacerbation to give controlled oxygen؟ هنا نقطة كلش مهمة، ما أنطي أكسجين ليبرال، يعني أنطي أكسجين 100%، أنطي تركيز 15 لتر بير مينت، لا، لازم أنطي 24 إلى 28%. أوكي، وبالمحاضرات مال الكريتيكال كير لح نحكي على الأكسجين ديليفري سيستمز، ولح نعرف يا ديفايس يطينا هذا الكونسنتريشن المطلوب. ننطي سابا وساما شورت أكتينج أنتي ماسكارينيك، شورت أكتينج بيتا أغونيست، ننطيها in combination مثل ما حكينا على الكومبيفنت بالأسمة. نحتاج ننطي oral steroids like prednisolone for 5 or 10 days. أوكي، طبعا 5 is enough، مرات كانوا قبل يقولون 10 days بس شافوا إنه 5 days is also enough. أوكي، oral antibiotics if there is sputum purulence. In general, patient with COPD exacerbation will benefit from oral antibiotics. بس الانتيبايوتكس اللي نعطيها بالCOPD usually يعني مو فد antibiotics extensive. طبعا هاي بالنسبة لأوروبا وأمريكا اللي عندهم regulation. إحنا بالنسبة لنا جوز ما تشتغل هاي الانتيبايوتكس، يعني موكسيسيلين جوز ما يشتغل. Non-invasive ventilation is useful in patient with mild to moderate acidosis. ولح نحكي على non-invasive ventilation بمحاضرات respiratory failure. Additional therapies ممكن نعطي diuretics إذا patients عنده edema. ممكن نعطي doxapram اللي هو عنده reduced respiratory rate. هاي treatments اللي يعني the most usually used treatment in the treatment of acute exacerbation. Thank you. I wish that if you have any questions, you can shoot me. Okay. Any questions? نعم. شنو دكتور limited age؟ يعني إنه واحد ممكن يصير بـ COPD. بصراحة الـ age يعني هو 35، يحكون على 35 إحنا عندنا. نقطة هي اللي مهمة إنه 35 هو الـ age اللي يعني كل العالم يحكي على age of 35. بس إذا أنت عندك مريض يدخن من عمره 10 سنة، أوكي، يدخن له 3-4 باكيتات باليوم، فهذا من اللي تجي تحسب الباكير مالته ممكن هو يوصل بالثلاثين، هو يوصل الباكير مالته لح يوصل 40 مثلا. أوكي، فهذا also at risk. أوكي، فماكو يعني خل نحكي على age 35 اللي هو borderline. بس إذا المريض الهيستوري مالته مال سموكينج فيري
very big history of smoking ممكن يصير عنده COPD at any age. Okay. ماشي دكتور شكرا. بعد شباب منو عنده أسئلة؟ دكتور من دلوقتي على لونج بول يوم حكينا طريقتين دكتور بس الطريقة الثانية شنية وقلت إنه واحدة أحسن من اللخ. أي ال. شنو السبب؟ على مود the presence of bully. البادي بليتم سيسموغرافي احسن من الهيليوم تكنيك. ليش؟ لانه الهيليوم ما يقيس لنا البولي بينما البليتسموغرافي يقيس لنا يقيس لنا البولي. اوكي فهاي الفائده مال الهيليوم البليتسموغرافي اوفر هيليوم تكنيك ان ميجرينج لانج فوليوم. بعد شباب دكتور نعم هذا هو عنده كرونيك برونكايتس يصير انفيزيما ممكن؟ مو يعني هي الموضوع كرونيك برونكايتس. كرونيك برونكايتس is extreme of the spectrum والانفيزيما extreme of the spectrum. ممكن المريض عنده elements of كرونيك برونكايتس زائدا انفيزيما. أكثر المرضى اللي نشوفهم هم يعني combination of كرونيك برونكايتس and انفيزيما. بس إحنا ده نحكي على the pure patient اللي هو بس كرونيك برونكايتس هذا واحد وبس انفيزيما هذا واحد. بس بالواقع احنا نشوفهم ميكس اوف بوث تايبس. اوكي فماكو واحد يعني هو عشان عنده كرونيك برونكايتس راح يصير عنده انفيزيما. ممكن هو من البدايه عنده انفيزيما وكرونيك برونكايتس اثنين يعني elements of both types are present. اوكي بعد شباب اكو سؤال؟